قال التلفزيون السعودي الرسمي في ساعة مبكرة من صباح السبت تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن شن ضربات جوية على أهداف في صنعاء، حيث كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم السبت تفاصيل الضربة الجوية الأخيرة التي شنها في العاصمة صنعاء. وقال التحالف في بيان بثته قناة الإخبارية السعودية تم تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء. وأضاف التحالف الضربات تحقق أهدافها والتقييم العمليات للتهديد يتطلب استمرارها والتحركات والنشاطات العدائية والقيادات الانقلابية ضمن الأولويات. ومساء الجمعة نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء فجر الجمعة. وتبين الصور تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. وأضافت واس أن الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد استهداف التحالف لها قبل يومين. وكان التحالف أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، ومن بين تلك الأهداف معسكر دار الرئاسة التي تم استهدافه بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث أشار البيان إلى أن التحالف رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر. وأكد أن القيادات الانقلابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة. وشدد التحالف على أن هذه الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، منوها إلى أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. ويعلن التحالف بين فترة وأخرى شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء، وفي وقت سابق شن التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف المدنية جنوب السعودية.